لعبتي اسولف هلا فاضيه وقاعده ورايقه ويوم خميس وخير، بس عندي ميتينج. هو مش ميتينج، هو لقاء، بس لانه انا ما بقدر، بتعرفوا انا يوم الجمعه قلت لكم ما بحب اني انشغل. او ماي جاد، في واحد رقم سيارته ممسوح. المهم تخيلوا، على سيرة الإيجابية السلبية، خلينا نسولف. اليوم خميس وقاعدين وفاضيين وخير، أوكي؟ تخيلوا، يعني أنا بتذكر واحدة من الأشياء اللي مثلاً، أو يعني بشوف واحدة من الأشياء، بدخل تيك توك، أوكي؟ واحدة هاي أنا قوية، أنا شجاعة، بغض النظر إنه هي بتمزح ولا هي جد ولا إيش الهدف تبعها، ما بحكي عنها هي، وأنا أصلاً عمري ما بحكي عن شخص، أنا بحكي عن فكرة. تخيلوا إنه أنا كل يوم أصحى الصبح وأقعد قدام المراية أحكي هذا الكلام عن حالي. أنا ما بحكي إنه هذا الكلام غلط، أنا لما أحكي مع حالي. مهم، ففي ناس بوصلوا الصورة بطريقة غلط. شوفوا أنا هحكي لكم، مثلا هاي البنت ترى هي الفكرة تبعتها حلوة، إنه الإشي اللي هي بدها توصله إنه طريقتنا بالكلام مع حالنا لازم ننتبه لها وتكون إيجابية، وترى هذا إشي صح. انتبهوا لحالكم، أنتوا طول اليوم الشخص اللي أنتوا 24 ساعة معه هو أنتوا، فأنتوا سرحانين تكونوا تكلموا حالكم، انتوا تسمعوا اغاني تكونوا تكلموا حالكم، انتوا تحضروا تلفزيون تكونوا تكلموا حالكم. فلازم طريقتي بالكلام مع حالي تكون ايجابيه وسليمه، يعني ما اضلني طول الوقت مثلا احكي انت غبيه وعمرك ما حتنجحي، هاي ترى باللاوعي هيك بمخي شغال. فلما اضل اردد كلام ايجابي بمخي باللاوعي بصير يحكي معي كلام ايجابي. بس مشكله البعض انه وصلوها بطريقه يعني ما شرحوا مش منطقية، فالناس أخذوها هبل، أو إجا حدا صار كل يوم يحكي أنا جميلة وأنا إيجابية وأنا شجاعة وأنا ناجحة وما نجحت، فخربت السالفة وزعلت. بس هي وصلتها بطريقة غلط فقط لا غير.